أهلا بكم. قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي إخلاء سبيل عدد من المتهمين في تظاهرات 20 من سبتمبر، ولم يحدد بيان النيابة الأعداد التي سيتم إخلاء سبيلها، لكنه أشار إلى أن المخلي سبيلهم هم من النساء والشيوخ والأطفال استعمالا لمبدأ الرأفة في القانون. وكان قد أكد أن عدد معتقلي أو تقديرات حقوقية وتقديرات من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدوا أن معتقلي سبتمبر تجاوزوا أو اقتربوا من حاجز 4000 شخص، تحديدا 3600 شخص بحسب آخر تقرير للمركز. حول هذا الأمر ينضم إلينا كريم عبد الراضي المحامي الحقوقي. أهلا بك يا كريم. مساء الخير. لكتين هل الناس اللي هيخلى سبيلهم بناء على بيان النائب العام أخلي سبيلهم بالفعل ولا لسه في إجراءات؟ لا، هو النائب العام أمر النيابات اللي هي بتنظر في أمر حبسهم إنها تخلي سبيلهم، فطبعا منتظر إن ده يحصل في الجلسات اللي جاية. والنهارده كان في بشرة خير في المسألة، وإحنا بنحضر تجديدات مع بنات أشرنا لبيان النائب العام، فالنيابة قالت لنا إن إحنا طبعا ما دام النائب العام طلع قرار أو أمر فإحنا هننفذه. فإحنا في انتظار بإذن الله إن في الأيام اللي جاية تخرج أعداد كبيرة من المحبوسين في القضية، كل كبار السن والبنات والأطفال والطلاب كمان، لأن الطلاب عندهم امتحانات قريب، فمنتظرين بقى تطبيق فعل للقرار. يعني دي نقطة مهمة كريم، هل بيان النائب العام بيقول إنه هيتم الإفراج عن كل الطلاب وكل كبار السن وكل السيدات، ولا الموضوع طبعاً مرتبط بحالات معينة؟ لا، هو قال كده حتى اللي بيثبت مشاركته في التظاهرات، يعني البيان قال حتى اللي يثبت مشاركته في التظاهرات، بس هو استثنى اللي أعضاء أو المنضمين لجماعات بتدعو للعنف أو استخدامه يعني. لكن غير كده حتى اللي هيثبت مشاركته في التظاهرات من الفئات دي هيتم إخلاء سبيله وفقا للبيان. بس طبعا يعني أنا عايز أعلق إن البيان طبعا مرحب بيه جدا، ولكن يعني عندنا يعني تعليق صغير على فكرة إن يكون فئات محددة بس اللي بتخرج. طبعا هو خطوة إيجابية ان يسرع اجراءات اخلاء سبيل الفئات دي، لكن احنا كمان بنقول ان احنا عندنا حوالي 4000 متهم، يعني اقتربنا من 4000 متهم كلهم في نفس ظروف القبض وكلهم بنفس الدليل اللي هو التحريات، وكلهم برضو مسؤولين عن اسر. فانا اتمنى ان يكون بالتوازي مع دوت يكون في تفريع برضو في اجراءات اخلاء سبيل الباقيين، خصوصا ان زي ما قلنا ان حالات القبض كانت عشوائيه، وخصوصا زي ما قلنا ان اغلبهم مسؤول عن اسر، واغلبهم عنده التزامات بره عايز يخرج لها، وخصوصا ان التحقيقات في القضيه من الاساس انتهت، ما بقاش فيه استدعاءات لتحقيق خالص، الناس تحقق معاه وما بقاش فيه مبررات للحبس الاحتياطي من الاساس. وكمان عندي مناشده للنائب العام، يعني مساله ان هو بيخرج بيانات هي مساله جيده وفيها احترام للراي العام. احنا عايزين كمان بنتكلم عن قضيه فيها 4000 شخص، عايزين كمان ان النيابه العامه يكون أداءها يتحسن في المعلومات. المعلومات هي حق لينا وحق للمجتمع وحق للدفاع وحق للمتهمين وأسرهم، إنهم يخرجوا قوائم إخلاء سبيل اللي أشار إليها النائب العام نعرف نوصل لها، ما يكونش بس بيبلغ بها مصلحة السجون، لأن ده بيربكنا وبيربك الأسر، وبنبذل مجهود كبير جدا من أول القضية عشان نجمع المعلومات بشكل ذاتي. مننا احنا محتاجين التعاون من النيابة في المسألة دي، محتاجين قوائم، لأن احنا بنقعد ندور وبنبذل مجهود على ناس بتكون خرجت فعلا، اهاليهم ممكن تروح لهم السجون زيارات ويكونوا هم اتنقلوا من السجون لتنفيذ قرارات اخلاء سبيلهم. نعم، ودي دي مساله عامله لنا ازمه جدا فعلا في شغلنا، لان القضيه كبيره جدا، وعشان نقدر نوصل لتحقيق العداله نعاون النيابه في دورها، وكمان النيابه تساعدنا في القيام بدورنا بانها توفر لنا المعلومات. طيب، يعني يمكن البيان بيتكلم عن الاطفال، الطلاب، كبار السن، السيدات بشكل رئيسي، هل في تصور، في احصاء تقريبي أعداد اللي بتنطبق عليهم الفئات دي تقريبا قد إيه؟ عندنا كم طالب؟ عندنا كم سيدة؟ عندنا كم من كبار السن؟ وإيه معيار كبار السن أو الشيوخ اللي استخدموا اللي فوق إيه تحديدا في السن؟ لا، هم طبعا مئات. أنا لسه كنت بقول لك إن إحنا عندنا أزمة في الأساس في المعلومات، هي بتتجمع بطريقة ذاتية، لكن أعداد كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا من المقبوض عليهم طلاب، النساء لم يتجاوزوا 100 وفقا لجهودنا إحنا الذاتية. لم يتجاوزوا 100، الأطفال بيقدروا بالمئات، لكن طلاب كتير جدا وشباب كتير جدا وكبار سن كمان كتير جدا. كبار السن دي بقى بتتقاس ازاي؟ اللي هو عنده كام سنة او اللي اكتر من كام سنة؟
يعني هو المفروض اللي بيتجاوز ال 50 سنه يعتبر من كبار السن، يعني ال 60 سنه، يعني ال 60 سنه او ال 50 سنه ده المتوسط بتاعها يعني. لكن مفيش معلومة فبنتمنى ان، تحديدا اللي هو اللي فوق كذا او اللي تحت كذا، مفيش لا رقم معين. مفيش معلومه، لا مفيش معلومه تحديدا، ان احنا بنتمنى يكون بقى تتاخد بمفهومها الواسع يعني، لان ده يستفيد منها اكبر عدد. طيب خلينا، لان برضو الموضوع فيه لبس مش معروف، احنا شفنا مئات بيخرجوا الاعلان عن 100 100 وشوية 50 60، هل تم حصر الاعداد اللي خرجوا عشان نعرف في قد ايه تقريبا لسه محبوسين على ذمة القضية قبل طبعا قرار النهاردة؟ كان عندنا وفقا للقوائم اللي جمعناها ما يزيد عن 800 متهم اخرى يسبيلهم بقرارات، لكن بعد اخر قائمه قدرنا نوصل لها للاسف، وانا كنت لسه بقول ان دي مشكله بنقابلها، الناس بتخرج من غير ما احنا نتبلغ بيهم، حتى محاولاتنا بتبوء بالفشل يعني ان احنا ناخد معلومات، وده مطلوب في تعاون النيابه طبعا، تعاون النيابه ده لمصلحه العداله بشكل عام، مش بس مصلحتنا احنا كمتهمين، لمصلحه العداله بشكل عام، لان كمان اعداد المحامين هتقل لما يعرفوا ان موكلينهم خرجوا بدل ما هم بيدوروا عليهم، الاسر كمان بدل ما هي عماله بتدور، الضغط على السجون، الاسر اللي بتروح زياراته ما تلاقيش ابنائها، بيعرفوا انهم خرجوا طب على فين، ما بيكونش عندهم المعلومه. احنا بنواجه نقص كبير جدا في المعلومات، كلها لازم تتجمع بجهودنا احنا يعني للاسف. هو مفيش أي حد اتحول لمحاكمة على ذمة هذه القضية، يعني مفيش حد اتحول لا أو خد الدرجة. القضيه، لا القضية دي، القضية 1638 كاملة لسه في مرحلة التحقيقات هو في قضيتين وكاملة المفروض. برضه. هو في أكتر من قضية للأحداث يعني، في 1338 وهي دي أكبر قضية في التاريخ إحنا عاصرناها، وكمان أجيال كتير يعني، ما أعتقدش إن كان في أكبر من كده قبل كده، في 4000 متهم، ودي اللي هي بخصوصها كان بيان النائب العام. عندنا طبعا القضية 1656 اللي محبوس فيها نشطاء معروفين ومحامين زي علاء ومحمد باقر، وعندنا 488 اللي فيها صحفيين برضو زي إسراء وخالد داوود وغيرهم الكثيرين يعني. كل القضايا دي هي مرتبطة يعني 1656 بشكل مباشر بأحداث 20 سبتمبر، والقضية الثانية اللي هي 488 بيضاف ليها ناس اتقبض عليهم بمناسبة أحداث برضو 20 سبتمبر يعني. طب انت اشرت انه النائب العام استثنى من قرارات الافراج المنضمين الى جماعات او المنضمين الى كيانات سياسيه، مش عارف المسمى ايه اللي بالظبط. بيثبت، اللي بيثبت انضمامهم لجماعات نظمت او حرضت على استخدام العنف يعني. طب وده بيثبت ازاي؟ هل بس برضو الدليل بيكون تحريات الامن الوطني ولا يثبت ما هو باي انا طريقه؟ نفس الكلام انا بقوله، التحريات، علشان كده انا بقول بنتمنى ان يكون في توسع، وبنتمنى ان اللي هيتم استثنائهم يكون في ادله حقيقيه عليهم، ما تكونش بس التحريات، وبنتمنى ان يتم احالتهم لمحاكمه جنائيه في اسرع وقت، ما يتمش استخدام الحبس الاحتياطي في حقهم لفتره طويله وفي النهايه يخرجوا من غير ما يتحالوا، لا اذا فعلا النيابه عندها ادله قويه على ان في ناس متورطه في دعوه العنف او في انضمام لجماعات بتدعو للعنف او بتستخدمه او بتدعو الفوضى او بتستخدمها، تحيلهم للمحاكمه الجنائيه علشان يعرفوا يتمكنوا من حقهم في الدفاع. ما يمكن الادله اللي موجوده مش كافيه، ما يمكن حقهم انهم يروحوا المحكمه ويدافعوا عن نفسهم، فبنطلب اخلاء سبيل اولا، ولو في ناس هتستثنى يحالوا سريعا بقى، لان ما يتمش هو استخدام كان في الحبس مقرر الاحتياطي معايا في نفس حقهم. الفكرة، تابعنا النهاردة قرار ببراءة عادل شكل من المحكمة اللي هو مقبوض عليه أصلا تقريبا من أسبوع، فأسبوع بالظبط 10 أيام خلص إجراءاته وتحول للنيابة وتحول لمحاكمة وخد براءة، فليه ده ما طبعا بيتمش يعني مع كل القضايا؟ مش معقولة طبعا، أنا ما بدينش أي شخص، بس مش معقولة اللي بيتم اتهامه بالبلطجة وبالجرائم اللي هي الخطيرة في الشارع يكون بيتم اتخاذ إجراءات سريعة في حقه، ويكون الناس اللي متهمين في قضايا رأي بيتم حبسهم لسنوات باستخدام قانون الإجراءات وباستخدام مواده يعني. علشان كده احنا بنقول ان من شروط تحقيق العدل ان تكون المحاكمات ناجزة يعني، تكون عادلة وكل حاجة، لكن لازم تكون ناجزة، علشان ما الشخص اللي هيتحبس سنتين احتياطي وفي الآخر يطلع براءة هيكون اتعاقب فعلا. احنا مش عايزين ده يحصل، احنا عايزين نتجنب ده، عايزين ان الناس تقدر تدافع نفسها، الدفاع يتوجه لها اتهامات حقيقية وتتواجه بأدلة حقيقية قدام محكمة موضوع وتدافع عن نفسها، حتى لو كانوا مجرمين، ده حقهم، حقهم في إجراءات عادلة ليهم، حقهم انهم يمثلوا لمحاكمه بيتوفر فيها شروط وضوابط المحاكمه العادله، حقهم يكون عندهم دفاع، حقهم يطلعوا على الادله اللي هي الادله على ادانتهم او على الاتهامات الموجهه ليهم،
كل دي حقوق ليهم، احنا مش عايزين نهدرها بسبب الاعداد الكبيره، وعايزين نحاول بقدر الامكان يكون الاحاله للمحاكمه سريعه. شكرا جزيلا كريم عبد الراضي المحامي الحقوقي. تسبب هطول الأمطار في تعطيل حركة المرور وتصدع طرق منشأة حديثة. الحكومة من جانبها أعلنت تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اليوم في 3 محافظات من بينها العاصمة. كما قررت شركة مصر للطيران تأخير مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة. وبرزت التساؤلات حول ضعف البنية التحتية والفساد في المحليات بالتزامن مع التصريح للمتحدث باسم مجلس الوزراء أكد فيه أنه من غير المنطقي إنفاق 200 إلى 300 مليار جنيه لإنشاء منظومة للصرف الصحي من أجل أمطار تهطل مرة أو مرتين فقط في السنة، فيما تقدم نواب في البرلمان ببيانات حول منظومة إدارة الأزمات والحد من المخاطر. المزيد في هذا التقرير. أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده. وإذا كنت بنتكلم على الإنجاز قسما بالله، أنا بقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة. دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها وخليتها العامل الحاسم في حل المسائل في مصر، انا اتصور ان احنا كنا هنحقق فقط 20-25% مما حققناه. معنا عبر الهاتف الدكتور عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافيه ومكافحه الفساد. دكتور عاصم برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني يمكن بعد كل حاله مشابهه بيبدا الكلام تاني عن منظومه المحليات، الفساد اللي موجود في المحليات، ازاي يتم تحسين العمل في البنيه التحتيه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ردا على سؤال حضرتك دلوقتي وبرضه تكرارا لذكائك الفطري في هذا المضمار، احنا بنقول هل دي اول مره يحدث فيها مثل هذه الكوارث او هذه الظاهره في مصر خلال السنوات الماضيه؟ الاجابه بالقطع لا. السؤال الثاني، هل سبق التحقيق في كل السلبيات اللي حصلت وتم احاله المسؤولين للتحقيق وعمل اجراءات مناسبه او اداره ازمات بطرق حديثه ليست تقليديه كما يحدث في العالم كله لاداره مثل هذه الازمات وقت حدوثها وليس بعد حدوثها؟ ونتكلم النهارده ونتغنى باللي تم النهارده على اساس انه تم معالجه بعض الامور في القاهره. النهارده لما بنيجي نتكلم دول الخسائر بتاعه امبارح قد ايه واثرت على الناس ازاي نفسيا ومعنويا، في خسائر في الارواح للاسف كمان وازهاق في الارواح. برضه السؤال الثالث برضه بطرحه لحضرتك، هل قام واحد من المسؤولين النهارده بالاعتراف بمسؤوليته عن ازهاق بعض الارواح النهارده وتعطيل مصالح الناس يعني واستثماراتهم وسفرهم بما تم؟ هل اعتذر هذا المسؤول للمواطن المصري حتى لا تتكرر مثل هذه الامور ويقول اننا يعني اثرنا في حق المواطن؟ الاجابه برضه بالطبع لا. يبقى 3 اسئله النهارده، الاجابه بالقطع لا. طبقا لما قاله بعض الخبراء في هذا المضمار خلال السنوات الماضيه ان مصر بقت من اكثر دول العالم، من اكثر 5 دول في العالم تاثرا بتغير المناخ وارتفاع درجات الحراره. دي نقطه لازم نحطها في الاعتبار، وكان يجب ان ان الحكومه المصريه تاخذها في الاعتبار خلال دراستها لظاهره المناخ.
ودراستها لظاهرة المناخ يعني تعديل في البنية الأساسية والتحتية للطرق والمنشآت في مصر طبقا لتغيرات المناخية اللي بتتم الآن في مصر زي ما بيقولوا الخبراء. فالخبراء بيأكدوا أنها ستتكرر سنويا لحدوث تغيرات في المناخ، مما يعجل بضرورة الاستعداد الحكومي لهذه الظاهرة لتجنب الخسائر. نقطة تانية والأخطر من ذلك، هل المية والمطرة في مصر تعتبر كارثة ولا تعتبر ثروة طبيعية يجب استثمارها؟ هنا حاجات غريبة والله في الظروف اللي احنا بنعانيها وسد النهضة ونقص المية وكل ده، الأكيد انه انت في عرض كل نقطة مية بتنزل، فلو عملت منظومة تجمع المطرة دي وتجمع المية دي أكيد هتكون كسبان حتى لو المنظومة دي كلفت. ده أنا هقول لحضرتك إن خبراء الفاو في هذا المضمار قالوا إيه؟ قالوا إن ما حدث من ظواهر مناخية في مصر بيترتب عليه وجود كمية من الأمطار يجب أن تستفيد منها مصر، لأنها تقريبا قربت توصل لكمية المية اللي بتيجي في نهر النيل. دي نقطة لازم نحطها في الاعتبار، هل يتم استثمار مثل هذه المياه المهدرة في الشرب والزراعة وغيرها أو احتفاظا بها داخل المخزون الجوفي للمياه في مصر؟ برضو الإجابة هتكون لا. النقطة الرابعة أو الخامسة حسب ما يترتب على الكلام، هل إحنا عندنا إدارة أزمات حقيقية لمثل هذه الظواهر؟ هل إدارة الأزمات اللي موجودة في مصر تتحدث تلقائيا وفقا لأحدث النظم في إدارة الأزمات؟ أنا بقول لك نحن نحتاج إلى إدارة للأزمات تعالج إدارة الأزمات اللي موجودة الآن في مصر. تحتاج هذه الإدارة إلى عقول واعية، تحتاج هذه الإدارة إلى أفكار جديدة، أفكار خلاقة وليست تقليدية كما يحدث الآن، ويقعد الناس على المكاتب يحطوا ويرصوا بعض التقارير وبعض القرارات اللي احنا بنتكلم عليها. أقول لك على حاجة، أن هناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية سيتم من خلال الظاهرة المناخية وهطول الأمطار بهذه الكميات من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة القادم. صحيح، وكان في تصدير مسبق يعني تصريح وتوقع مسبق من هيئة الأرصاد، لكن متحدث باسم الحكومة قال إن الكمية اللي هطلت ضعف الكمية اللي تنبأت بها الهيئة. أستاذ الفاضل، إحنا النهاردة لما نيجي نبص على دولة زي ماليزيا ودولة زي سنغافورة، أنا سافرت ماليزيا من حوالي 3-4 سنين وشفت كمية المطرة اللي بتنزل هناك شكلها إيه، وبعد أقل من 5 دقائق لما خرجت الشارع ما لقيتش ولا نقطة مية في الشارع. هل كمية المية اللي بتنزل في كوالالمبور أقل من كمية المية اللي نزلت على القاهرة خلال نص ساعة امبارح أو أول امبارح؟ لازم نحط ده كله في الاعتبار. احنا ليه ما بناخدش بالأمور العلمية في معالجة أمورنا وقصورنا؟ ليه؟ طب ما أقول لحضرتك على حاجة، وزير الموارد المائية من حوالي 3 سنين أو 4 سنين لما اجتمع مع رئيس الدولة قال إن احنا محتاجين 4 مليار جنيه حتى نستطيع إن احنا نتعامل مع السيول والأمطار في الفترة القادمة، وهنعمل 160 مشروع هيتكلفوا حوالي 2.4 مليار جنيه. إيه اللي تم؟ عاوزين نسمع برضو المحافظ القاهرة لما جه قال احنا في الأسبوع الماضي عالجنا 16 أو 17 ألف بلاعة عشان تتعامل مع الأمطار. هذه البلعات هي نفس البلعات اللي موجودة في الأعوام الماضية. طب هقول لحضرتك على حاجة ثالثة، الرقابة الإدارية عملت إيه السنة اللي فاتت في منطقة التجمع الخامس لما حصل فيها ظاهرة المية اللي احنا شفناها والأمطار الغزيرة اللي حصلت، وتم إحالة بعض المسؤولين للتحقيق وتم إدانة البعض منهم وتم اتخاذ الإجراءات في هذه التقارير؟ قالوا ان بعض المشروعات تم بدون مواصفات قياسيه سليمه. ايه اللي تم فيها؟ هل تم الاعلان للناس او للمواطن ايه اللي تم في مثل هذه التحقيقات؟ احنا عالجنا السلبيات دي. انا بتكلم النهارده، احنا اولا لازم نقول ان الدوله مشكوره عالجت السلبيات اللي حصلت امبارح في القاهره النهارده، ولكن ما تم امبارح من خسائر لا يمكن تعويضها، وخاصه ارواح الناس طبعا. يعني دي نقطة جوهرية لازم نحطها في الاعتبار. احنا النهارده لما نيجي نتكلم على روح توفاها الله بسبب قصور بعض المسؤولين، كان يجب على هذا المسؤول ان يعاني. لا، هو دايما بيكون الرد بالتبرير انه ده بيحصل في كل العالم وان الكمية كانت اكبر من المتوقع، دايما بيكون في تبريرات. ولا ياخدنا
لقصة المحليات يا دكتور، لأنه ده من زمان جدا، من عقود، وإحنا بنسمع إنه الفساد واصل للركب في المحليات، وإن في مشاكل كبيرة في المحليات. مين اللي بيراقب على المحليات؟ مين اللي، هل في إدارة مركزية أصلا لازم القاهرة هي اللي تدير اللي بيحصل في المحافظات، ولا المحافظات ليها صلاحيات اللي هي تعمل مشروعات؟ لو قلت لحضرتك إن أنا راقبت على المحليات لمدة 15 سنة وشفت الكوارث اللي بتم فيها في خلال هذه الفترة، لو اديتك امثله الوقت مش هيساعدنا ان احنا نتكلم عليها في خلال الفتره اللي احنا بنتكلم فيها الان لانها بالدقائق. لو قلت لحضرتك ان احنا كمحليات عندنا سلبيات، عندنا سلبيات بنعالجها، بنحاول. كيفيه المحاوله اللي احنا بنتكلم عليها زي ما قلت لحضرتك انا في اداره الازمات كلها حلول تقليديه لا تصل لمصاف التسويه الكامله او لمظاهر الفساد اللي بتتم في خلال من خلال هذه الاجهزه الحكوميه. عندنا فساد زي ما احنا بنتكلم عليه زي اي دوله في العالم عندها فساد، ولكن معالجه هذا الفساد تتم بشكل رديء للغايه. وانا قلت هذا الكلام كدوله. نعم، عشان كده المشاكل بتتكرر بنفس الصوره تاني، عشان كده المشاكل بتتكرر في نفس في كل سنه. وعشان نفس الاشخاص اللي كل عام بنتكلم عليهم انهم احد من ضمن مظاهر الفساد هم نفس الاشخاص الموجودين في معالجة هذه المشاكل. احنا لما نيجي نتكلم على القوانين، هل احنا محتاجين لقوانين يا استاذ الفاضل، ولا احنا محتاجين لتفعيل القوانين اللي موجوده النهارده؟ عندنا قوانين، احنا عندنا 5600 قانون. عندنا دي المشكله دايما انك عندك منظومه تشريعيه وعندك قوانين، لكن المهم في تنفيذها. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافيه ومكافحه الفساد. ايضا خلونا نرحب عبر الهاتف بالاستاذ محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل. برحب بك يا استاذ محمد. مساء الخير. مساء الخير. انا عايز ابدا معاك الحقيقه بثلاث نقط مهمه جدا جدا نتكلم فيهم دكتور عاصم، واكيد انت يعني لو بتسمع اكيد وقفت قدامهم برضو، وهي انه الخبراء بيقولوا ان مصر من اكثر 5 دول في العالم تاثرا بالتغير المناخي، فبالتالي هيطولها التغير المناخي، فبالتالي كان لازم يكون في خطه طويله المدى ومتوسطه المدى لان انا اواجه ده بان انا اظبط البنيه التحتيه بتاعتي. في الجزء الثاني فكره الاستفاده بمياه الامطار، انت عندك ثروه طبيعيه بتجيلك في امطار بتهدر بشكل كبير لانك ما عندكش منظومه لادارتها في وقت انت محتاج فيه بشده للميه. والجزء الثالث هو فكره اداره الازمات وازاي بيتم. هو يعني تحياتي للدكتور عاصم طبعا، والمساله واضحه بالنسبه لي، المساله ترتيب اولويات. القيادة السياسية للبلد دي أولوياتها إيه؟ أولوياتها بنية تحتية وتعليم وصحة والاهتمام بالمواطن العادي، ولا أولوياتها تبني قصور وتبني حاجة زي المبنى بتاع مجلس الوزراء الجديد اللي بنى في العالمين، ولا أولوياتها تبني سجون؟ محدش عارف. فبالتالي خليني أقول لك أن حادثة البارح دي هي خلتني أفتكر على طول الحادثة بتاعة القطر لما بتاع رمسيس، لما جابوا رئيس الجمهوريه قبلها بيقول ان يعني هل اجيب المليارات اللي هم اللي احنا محتاجينها عشان نطور الخطوط السكه الحديد والكلام ده، ولا احطها في البنك وجيب لي فوائد. فيعني بصوره واضحه وصريحه ده بيدينا رساله مباشره، القياده السياسيه اولوياتها ايه. القياده السياسيه الحاليه اولوياتها يعني اعتقد تحقيق نبوءه الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه في روايه يوتوبيا، ان اللي بيبنوا حاجات جديده، بيبنوا عاصمه جديده، بيبنوا مراكز لاداره الحكومه بعيده، وفي الاخر المواطن الحالي بيعتبر بيه ضحيه حرب. يعني عارف اللي هو النسبه المفروضه المقبوله في الحروب هو الجيل ده والمواطن اللي موجود دلوقتي في مصر بالنسبه لهم ده ضحايا حرب خلاص، وان القاهره والاسكندريه والمحافظات الموجوده حاليا دي ما عندناش وقت ان احنا نهتم بيها ونحسنها، فيعتبروا نفسهم اموات من دلوقتي، سواء باللي احنا شفناه البارح ده، سواء بالديون والقروض اللي عماله بتتاخد اللي المفروض كانت تتصرف على حاجات بنيه تحتيه وتعليم وصحه زي ما احنا يعني بنشوف بقى لنا فتره في حاله ترهل كامل وفي حاله من الاهمال مش مقبوله. بياخدوا القروض دي بيعملوا بيها المدينه بتاعتهم والاماكن السكنيه بتاعتهم والكومباوندات بتاعتهم والقصه دي. فهي الفكره ترتيب الاولويات اعتقد القياده السياسيه واضحه وصريحه، يا جماعه انتوا تموتوا ما تتعلموش ما تتعالجوش، هتحصل حاجه زي دي، هيحصل حاجه بعديها تنسيكم من ساعه حادثه القطر لغايه اللي حصل البارح ده، كل يوم هتحصل حادثه وهتبقى مقبوله. طيب يعني التصريح كان موضوع المطار مثلا، عايز اعرف تعليقك يا استاذ محمد على التصريح اللي قاله مثلا متحدث باسم مجلس الوزراء لما قال انه مش منطقي انه نعمل شبكه تتكلف 200 او 300 مليار جنيه
علشان نتفادى اللي حصل او نتفادى حاجه بتحصل يومين في السنه. مش منطقي ان انا اصرف عليهم كل ده عشان حاجه بتحصل يومين او ثلاثه في السنه وساعتها اقفل القاهره كلها عشان اعمل المنظومه دي. ومن المنطقي ان انا ابني مبنى لمجلس الوزراء في العالمين عشان الوزراء وهم بيصيفوا يلاقوا مكان يقعدوا فيه؟ هل ده المنطقي؟ هل المنطقي ان انا اعمل عاصمه اداريه جديده لغايه دلوقتي ما اتقالش هتخدم كام مواطن او كام واحد هيسكن فيها وايه نوع المواطن اللي هيسكن هناك؟ لان احنا بالنسبه لهم انواع، انهي طبقه اللي هتسكن هناك واللي هتقدر تعيش هناك؟ هل ده الكلام ده منطقي؟ بالنسبه لهم زي ما بقول لك القياده السياسيه بالنسبه لهم احنا ما يعني ضحايا حرب ومقبوله بالنسبه لهم، وفي الاخر بيصرفوا على اللي هم شايفينه اولويه بالنسبه لهم. يعني هل منطقي ان انا اصرف ده على السجون؟ هل اصرف ده على قناه السويس اللي احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش ايراداتها غطت تكلفتها ولا لا، مع ان رئيس الجمهوريه اعلن ان هي غطت تكلفتها بعد اسبوع من انشائها او من تشغيلها؟ هو ده ياخدنا لسؤال اللي انت قلته في البدايه، وكل ده هياخدنا في البدايه لفكره ترتيب الاولويات. انت اولوياتك ايه كدوله وكحكومه؟ انا بشكرك شكرا جزيلا محمد بالزبط. نبيل عضو المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل. ظهر المقاول والممثل محمد علي في أول حوار تلفزيوني له على قناة بي بي سي العربية، وقال محمد علي في الحوار إن الجولة القادمة ستكون حاسمة في اللعبة بينه وبين الرئيس السيسي، رافضا الكشف عن تفاصيل خطته، لكنه أشار إلى أن الأسابيع القادمة ستحسم أمورا كثيرة من بينها عدد من القضايا الشائكة التي تمس أمن مصر القومي. حال تحليل ما جاء في هذا الحوار انضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد جاد. أستاذ أحمد برحب بيك في بتوقيت مصر. خلينا نقف الأول عند انطباعاتك وملاحظاتك على هذا الحوار من حيث الشكل ومن حيث المضمون. مساء الخير أستاذ تامر. يعني من الجيد أنه محمد علي في أول ظهوره الإعلامي يخرج على قناة تتسم إلى قدر كبير بالحيادية والمهنية. ده هيجنب الحقيقة هيجنبه كتير جدا من فكرة التوصيف، انه يعني في النهاية الإعلام المصري بيبذل قصارى جهده في انه يقنع الناس انه محمد علي جزء من المؤامرة بين قوسين يعني على مصر، انه من الإخوان المسلمين او انه مدعو من الإخوان المسلمين وهكذا. وبالتالي هذه بداية جيدة. البعض الحقيقة كان عنده مثلا تخوفات من فكرة انه الرجل يعني يخرج في الاعلام ويتحول الى ما يشبه انه ناشط سياسي مثلا، او انه يسلك هذا المسلك بعيدا عن الشكل اللي ظهر به في البدايه، انه رجل جزء او كان جزء من المؤسسه او من هذه المنظومه بشكل او باخر، وبالتالي يتسم بقدر كبير من الحياديه والانصاف، وده اللي خلى قطاع كبير من الناس تصدقه. يعني في النهايه لما حد يخرج محسوب على تيار سياسي معين ربما لا يجد هذا رد الفعل الكبير، ربما لأنه الرجل ما كانش مسيس بالأساس، ما كانش محسوب على أي تيار، مجرد مقاول أو رجل أعمال يعمل منذ سنوات طويلة مع مؤسسات الجيش السيادية أو مؤسسات الدولة السيادية، وبالتالي هذا الجانب هو الذي جعل كثير من الناس تستمع إليه، إما يعني مصدقين له أو غير مصدقين، لكنهم في كل الأحوال كان بيلفت انتباههم وكانوا بيشوفوا فيديوهاته كاملة. حتى رئيس الجمهورية نفسه يعني رأى هذه الفيديوهات وعلق عليها. طيب أنت اتكلمت عن اختيار المنصة كملاحظة مبدئية، أنه بيختار منصة موضوعية أو منصة ربما تكون بعيدة عن جماعة الإخوان أو عن التيارات السياسية، وإن كان الحقيقة أنه برضو بيصدر في الإعلام المصري، وده اللي حاصل طول اليوم النهاردة ومن ساعة الإعلان عن الحوار، أن البي بي سي تحولت إلى منصة للإخوان، فده برضو اتاخد. لكن خلينا نقف عن حاجة أخرى في الحوار، وهو قال أنه فتح خطوط تواصل مع شخصيات محسوبة على الإخوان ومع قوى سياسية من بين الإخوان، وأنه تواصل مع دكتور أيمن نور وتواصل مع شخصيات في اسطنبول. نعم، هو قال انه يعني كثير من تيارات المعارضه السياسيه تواصلت معاه، وهو الرجل بيحترم الجميع. الحقيقه يعني ربما ده ما يكونش افضل شيء يحصل، يعني لا اقصد فكره التواصل كامر مبدئي، يعني في النهايه اي شخص بيعمل في السياسه سواء كان ناشط سياسي او اعلامي او غيره من حقه ومن حقه ان يتواصل مع الجميع لمن يكون بينه وبينهم يعني مساحه مشتركه ينظموا
عمل سياسي سويا أو شيء من هذا القبيل. لكن الإشكالية فيما يتعلق بمحمد علي تحديدا أنه منذ أن ظهر وهو في منطقة خاصة، يعني هو الرجل موجود في مساحة معينة ليست مؤطرة سياسيا، وبالتالي من الصعب حتى تسويق فكرة أنه مدعوم من الإخوان اللي بيحاول يصدرها الإعلام المصري أو مدعوم من أعداء مصر كما يقولون. ده كان جزء مهم جدا من فكرة نجاحه، أو جزء مهم جدا من فكرة القلق الذي يعني ظهر على مؤسسات الدولة منذ لحظة ظهوره. يعني ربما لو كان شخص آخر يعمل في العمل السياسي ومعروف أو حتى غير معروف خرج وقال مثل هذا الكلام، ما كانش هياخد كل هذا الزخم وكل هذه الشهرة وكل هذا الاستماع. انتقل هو من هذه المنطقة، يعني واضح أنه انتقل من منطقة الشخص اللي بيكشف معلومات مجردة تكشف الفساد أو تكشف مشاكل موجودة في إدارة الدولة إلى الشخص السياسي الناشط اللي ليه تواصلات سياسية، وده ربما يفقده الجزء الأهم في شخصيته وفي تأثيره. صحيح، ما أنا بقول لحضرتك أنه دي ربما تكون مشكلة، ربما يكون لها تأثير سلبي، يعني ما حدش يقدر يجزم بده. لكن أنا منذ اللحظة الأولى يعني كنت قلق من أن يتحول الرجل إلى هذا المسلك أو هذا المجال، أنه يبدأ يظهر في وسائل الإعلام كتير ويبدأ يتحول بمرور الوقت من شخص كان جزءا من المؤسسة، مؤسسات دولة لديه معلومات مهمة، إلى شخص مجرد ناشط سياسي، وبالتالي يفقد هذا الزخم. جزء كبير من أهمية ظهور محمد علي هو أنه كان بيقول معلومات مجردة بدون أي توجه سياسي. يعني حتى أنا أتصور أنه هو لم يكن نفسه يعني لم يكن يتوقع رد الفعل الكبير الذي حظى به بعد الفيديو الأول. الفيديو الأول هو خرج حتى كان غاضب جدا وكان بيتكلم على أمواله وأنه اتسرق وأنه كذا، وتم يعني مشاهدته ملايين المرات، وبالتالي أصبح بعدها يتكلم بشيء مرتب أكثر، بيعرض بعض المعلومات في كل مرة. كان من الأفضل طبعا أن يسلك نفس هذا المسلك اللي هو شخص هيقول معلومات، لأنه كان شاهد عيان عليها من الشخص بيسمعها يعني، وكان بيتواصل مع كثير من قيادات الدولة، وبالتالي كان هذا هو الأفضل أظن من وجهة نظري. هو تطور برضو، ما في النهاية مهما كانت المعلومات اللي لديها هيجي مرحلة وتخلص وتيجي هتعمل إيه في المرحلة اللي بعد كده. صحيح، يعني هو تطور في النهاية، ربما خلاص المعلومات انتهت والرجل عايز يكمل بدوره الوطني كما يقول، وأنه هذا الأمر ربما يستدعي يعني تواصل مع قوى المعارضة، ظهور في وسائل الإعلام، خاصة أنه بقى ليه شعبية بشكل أو بآخر. يعني لأول مرة منذ سنوات الآلاف من الناس بتستجيب لدعوته وبتنزل تتظاهر في الشارع رغم كل يعني احتياطات الدولة من ورغبتها في عدم حدوث مثل هذا الأمر. لكن يعني ما حدش يقدر يجزم هل ده أفضل شيء ممكن يتعمل ولا لا، ما حدش يقدر يجزم هل هيكون لي تأثير حقيقي في الحراك المعارض للنظام خلال الشهور أو الأسابيع أو السنين اللي جاية ولا لا. هو الرجل بيقول حتى في الحوار أنه ربما لديه يعني أساليب أخرى أو أفكار أخرى لا تعرض الناس للاعتقال، يعني حتى ردا على أحد الأسئلة اللي توجهت له هل أنت بتتحمل مسؤولية الناس اللي اتقبض عليها ولا لا، وهل هتستمر في دعوات التظاهر، فهو الرجل بيقول أنه عنده خطط بديلة مش هيقدر يكشف عنها دلوقتي، أو عنده أفكار مختلفة ربما تكون أفضل وأكثر أمانا للناس اللي ممكن يتم اعتقالها ولا أكيد هيتم اعتقالها بمجرد نزولها الشارع. طيب يمكن الرهان عند كتير من الناس وكتير حتى من قوى المعارضة أن محمد علي يكون مدفوع أو مساند من جانب ما داخل النظام، فبالتالي ده يديله بعض القوى بعض الشيء، لكن هو في الحوار بينفي بيقول انه بعض الضباط الصغار تواصلوا معاه مع بدايه الفيديوهات، لكن لما بدات حملات الاعتقالات والتصعيد الكبير اللي حصل بداوا يتراجعوا، فبالتالي الواضح بحسب كلامه على الاقل انه لا يوجد دعم من طرف ما داخل الدوله لما يقوم به وما يعمل به يعني. لكن في المقابل وفي نفس الوقت بيقول انه بيجهز مفاجآت وانه الجيم طويل وهيقدر يتحرك وهيقدر يعمل. طيب اذا كان الناس هو مش هيدعو الناس تاني للتظاهر من داخل الدوله، ما فيش حد تاني جوه الدوله بيسنده، طب ايه نوعيه التاثير اللي ممكن يعمله او ايه نوعيه الخطط دي؟
يعني أنا أصدقه حين يقول أنه مش مدفوع من أي جهة من جهات الدولة. أنا يعني من الفيديو الأول كان لدي إحساس بأنه الرجل يعني على عكس ما كان يقال وقتها أنه وراء جهات معينة داخل الدولة، ربما تكون هناك جهات أو أفراد داخل النظام منتفع مما يحدث أو ترغب في أن ينجح يعني، لكن ما ظنش أنه مدفوع لا من جهات معارضة ولا من جهات جوه الدولة. حتى ظهوره في يعني ظهوره الأول كان أنا أظن له يعني كان فيديو غاضب أكتر منه شيء منظم. إيه هي الأدوات البديلة؟ الحقيقة يعني أنا ما عنديش تصور يعني هو الراجل ممكن يقدم إيه بديل للتظاهر. ربما لديه يعني أفكار لها علاقة بتعاونه مع قوى المعارضة، ما عنديش فكرة تحديدا، لكن يعني أظن أنه مهم قوي علشان يحافظ على حالة الزخم اللي عملها منذ لحظة ظهوره في هذا الوقت القصير أنه يعني ينتقي خطواته بعناية. يعني في النهاية هناك في ناس محسوبة على قوى المعارضة، لكن الحقيقة مجرد الظهور معاهم هيحرقك فورا عند قطاع كبير من الناس. في النهاية الرهان ما هواش على الناس الغاضبة والمعارضة فقط، يعني الرهان على الناس دي موجودة بالفعل أكبر وأوسع من الجمهور فترة طويلة، لكن ما قدرتش أن هي تغير شيء أو يعني تساهم في هذا التراكم. صحيح، يعني هو في النهاية كل طيار سياسي معارض مثلا عنده مجموعة من المؤيدين ومجموعة من المصدقين له، لكن الأهم هو الشرائح الأكبر من الناس اللي هي ما هيش مؤطرة سياسيا ولا منتمية يعني ده اللي عمل الفارق المرة دي لما بضعة ألاف قليلة تحركت الأمور اختلفت، لأن ده جزء أو جانب جديد في المعادلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أحمد جاد الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية. الآن نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد ونستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر وتحديدا زيارة السيسي إلى روسيا. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سوتشي عددا من القادة الأفارقة، كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في هذا الجزء نناقش الملف السياسي والتعاون الأمني بين القاهرة وموسكو، كما نناقش إطلاق المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي، وأخيرا الدور الروسي في قضية سد النهضة في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الوزراء الإثيوبي بشأن السد، والتي قال فيها إنهم مستعدون لمواجهة أي عمل عسكري ضد المشروع. نتابع النقاش لكن بعد التقرير. ضربة إثيوبية استباقية لمحادثات سوتشي بين مصر وإثيوبيا. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يعلن أن بلاده مستعدة لحشد 1,000,000 جندي إذا تطلب الأمر خوض حرب من أجل سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. أبي أضاف إلى تحذيره بأنه لا توجد قوة بإمكانها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة. وربما تأتي هذه التحذيرات الإثيوبية ردا على ما نشرته وسائل إعلام مصرية موالية للنظام، وربما شابهت تحذيرات لزعماء إثيوبيين سابقين أطلقوا تهديداتهم قبل انطلاق أي محادثات حول أزمة سد النهضة على نهر النيل الذي يغذي عدة دول من بينها السودان ومصر. وأتت تصريحات أبي قبل يوم واحد من انطلاق قمة روسية أفريقية في منتجع سوتشي الروسية، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي على هامش تلك القمة برعاية روسية. وكانت المحادثات التي عقدت في الخرطوم مؤخرا قد انهارت بعد أن رفضت مصر المقترح الإثيوبي بملء السد خلال 4 سنوات، فيما تطالب مصر ب7 سنوات. معنا من موسكو أندري أونتيكوف الباحث السياسي الروسي، وأيضا سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية. دعني أبدأ معك سيد أندري بسؤال حول سد النهضة، بما أنه القضية الأبرز القضية الأهم الآن في الشارع السياسي المصري، وبما أن الرئيسين المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي متواجدان في موسكو، وهناك تعويل على أن تقوم روسيا بدور في تقييم وجهات النظر، هل هذا وارد؟
هذا وارد، ولكن في حال نسمع مثل هذا الطلب من قبل إثيوبيا ومصر، يعني كان هناك تصريحات واضحة بهذا الخصوص من قبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والذي قال بأن روسيا مستعدة لتلعب دورا وسيطا بين مصر وإثيوبيا ومن أجل التوصل إلى الحل المناسب لكلا دولتين. يعني روسيا مستعدة ولديه العلاقات متميزة جدا مع مصر، لديه العلاقات متينة وجيدة جدا مع إثيوبيا، فطبعا روسيا مستعدة وجاهزة لتلعب مثل هذا الدور. لكن حتى الآن إثيوبيا لم تطلب بشكل رسمي أو لم توافق على الأقل على دخول طرف ثالث. نعم، وهذه المشكلة، ويعني ربما نحن نشاهد وصول أو توصل هذه القضية إلى نوع من المأزق، ولكن على كل حال نحن نعمل بأن الدولتان ستجدان مخرج من هذا المأزق، وفي نهاية المطاف نعمل بأن الحل سيكون موجودا، الحل السياسي طبعا سيكون موجودا، بسبب أن كل الخيارات العسكرية هي طبعا غير المقبولة بشكل كامل، بسبب أن التداعيات من القتال من هذه الحرب ستكون تدميرية ويعني غير المقبولة بشكل كامل، ليست فقط بالنسبة لمصر وإثيوبيا، ولكن أنا أعتقد للمنطقة ككل. طيب، تفسر بماذا التصريحات، أو كيف ترى أنها ربما تضر على هذا المسار، تصريحات أبي أحمد التي أدلى بها قبل ساعات قليلة من سفره إلى روسيا، والتي يتحدث فيها عن استعداده لمواجهة أي عمل عسكري تصعيدي ضد سد النهضة؟ أنا ذكرت يعني لا مجال هناك لمثل هذه التصريحات العصبية، وأنا أعتقد أن على الدولتين أن يجب أن تتجنبان من مثل هذه التصريحات التصعيدية، من استعمال نبرة الحرب، نبرة الحل العسكري. فلذلك الحل الوحيد في هذه القضية هو حل سياسي. أنا ذكرت أن تداعيات من الحل العسكري ستكون، أو خيار العسكري ستكون سلبية جدا لكلا الدولتين وللمناطق المحيطة. طيب عصام، أنتقل لك دكتور عصام بسؤال في نفس الإطار تقريبا. يبدو أن الأمور تنتقل إلى مسار مسدود. رئيس الوزراء أبي أحمد يؤكد أن روسيا مستعدة لأي عمل عدائي، وإن كان تم تبرير وتفسير هذا التصريح على أنه كان يعني تساؤل في البرلمان عما إذا كانت الحكومة مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات، ومن بينها السيناريو العسكري. في المقابل القاهرة أصدرت بيان يمكن وصفه بالناعم، الذي يستنكر حديث إثيوبيا عن الخيارات العسكرية التي لم تطرح أصلا، خصوصا بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام. هو لا، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لحضرتك أولا. عندما نتحدث عن مثل هذا التحول في لغة الخطاب من الجانب الإثيوبي، أعتقد أنها مرتبطة بجانب كبير بعاملين، بعدة عوامل أساسية. العامل الأول هو التصعيد الإعلامي من الجانب المصري، هناك خطاب إعلامي شديد الاستفزازية بدرجة كبيرة، شديد التصعيد بدرجة كبيرة، ويعني لاحظنا في الفترة الأخيرة بعد إعلان عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيته تدويل القضية، وهناك نوع من التشدد في الخطاب الإعلامي الصادر من القاهرة تجاه ملف سد النهضة. ثم جاءت جولة مفاوضات الخرطوم لتؤكد أيضا أن هناك أزمة حقيقية في مسار المفاوضات بين الأطراف الثلاث. ولكن ما يجب التأكيد عليه هو الفصل بين ملفين أساسيين. الملف الأول هو ملف سد النهضة، ومن وجهة نظر الشخصية أن الموضوع أصبح أمر واقع ولا مفر منه، ويجب على القاهرة ويجب على الأطراف المعنية أن تتعاون فيما بينها، أو تجد صياغة مشتركة للإدارة المشتركة لهذا المشروع، وكيف تستفيد الدول الثلاث. الحديث عن ضرب السد أو الحديث عن مواجهة عسكرية، أعتقد أنها أمور بعيدة وغير مقبولة في هذه المرحلة على الأقل، لأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول هو حساسية الوضع في المنطقة التي تشهد كثير من التوتر، كثير من الاضطراب. ثانيا، أن السد في إثيوبيا أصبح يمثل أحد المشروعات القومية شديدة الأهمية، وبالتالي يجد نوعا من الحس الوطني الكبير خلف هذا المشروع، الذي أصبح يعبر عن كل أفراد الشعب الإثيوبي، وليس فقط عن الحكومة الإثيوبية أو عن النظام الإثيوبي. في المقابل، لا أعتقد أن القاهرة يمكن أن تفكر في أي خيار عسكري، ولكن هو نوع طرح مثل هذا الخيار في وسائل الإعلام، من وجهة نظري هو شكل من أشكال الإلهاء
السياسي أو الهاء الإعلامي لأكثر والأقل، وفي النهاية أعتقد أن المسار التفاوضي هو سيكون الخيار الوحيد بين الأطراف الثلاثة. السودان يمكن أن تلعب دورا مهما، ولكن التحولات السياسية في السودان كان لها دور أيضا يعني إيجابي بالنسبة لمصر وسلبية بالنسبة لإثيوبيا في هذه المرحلة، وخاصة في ظل العلاقات القوية بين النظام الجديد في السودان ونظام عبد الفتاح السيسي. ولكن في النهاية السودان ومصر هما دولتا مصب وليست دولتا منبع، وكل أوراق الملف في النهاية تبقى في يد إثيوبيا. طيب أنتقل مرة أخرى إليك سيد أندري، نعود إلى ملف العلاقات المصرية الروسية باعتبارها يعني محور أساسي في زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا. كيف ترى العلاقات المصرية الروسية؟ كيف تقيمها الآن؟ هي بها كثير من الدفء، وإن كان هناك يعني بعض انتقادات خصوصا في التعامل الاقتصادي أو يعني في الاستثمار الروسي الاقتصادي المباشر في مصر، ضعفه أيضا عدم عودة السياحة الروسية بشكل كامل إلى الآن، رغم أن بريطانيا نفسها رفعت الحظر عن شرم الشيخ. كيف ترى هذه الملفات؟ أنا أعتقد نحن اقتربنا من إعادة الفتح الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وغردق رحلات سياحية، وأنا أعتقد أن ربما القرار المناسب سيتم اتخاذه قبل نهاية هذا العام. على الأقل كان هناك مثل التصريحات الرسمية من قبل روسيا بهذا الخصوص. أما المجالات والملفات الأخرى حيث نشاهد التعاون الروسي المصري، فهناك عديد من المجالات، يعني طبعا المجال الاقتصادي، هناك المنطقة الصناعية الخاصة الروسية في مصر، وطبعا روسيا تنظر إلى ذلك كبوابة كباب إلى باب الاقتصادي إلى كل القارة الإفريقية إلى دول الإفريقية، بسبب أن الآن هناك تصريحات المصرية التي تقول بأن روسيا يمكن أن تستفيد من الاتفاقيات التجارة الحرة ما بين مصر والدول القارة الإفريقية الأخرى. يعني كذلك لا ننسى بأن هناك المشاركة الروسية المصرية فيما يخص مكافحة الإرهاب، ولا ننسى بأن نحن نشاهد الزيارات واللقاءات المتكررة ومستمرة ليست فقط على مستوى الرئيسين لروسيا ومصر، بل كذلك هناك إطار ما يسمى ب2+2، أي وزير الخارجية والدفاع الروسي والمصري يلتقون مع بعض البعض من وقت لآخر ويناقشون الملفات المهمة فيما يخص تطوير العلاقات الثنائية وبما في ذلك فيما يخص التعاون العسكري. كذلك هناك تدريبات أو المناورات العسكرية المشتركة الروسية المصرية التي تحدث عام واحد في مصر عام ثاني في روسيا، وإذن هناك العديد من المجالات. وكذلك طبعا لا ننسى المحطة الضبع النووية التي هل تتوقع أن تخرج المباحثات في مصر، أن تخرج المباحثات هذه المرة بجديد، أن يضاف إلى كل الملفات التي ذكرتها ملفات أخرى يتم الخروج بها من هذه المباحثات؟ أنا أعتقد ذلك. على الأقل يمكن أن نتوقع يعني توقيع المذكرات التفاهم بين الوكالات والوزارات وحتى الشركات الروسية والمصرية. يعني نحن فعلا نشاهد تكثيف التعاون، تعميق التعاون بين دولتين، وأنا أعتقد أن هناك الاهتمام متزايد من قبل حتى رجال الأعمال الروسية ليشاركوا في هذه في الأسواق الصناعية في هذه المنطقة الصناعية الخاصة المصرية، لكي تدخل تلك الشركات الروسية إلى أسواق الدول الإفريقية. وحتى هذه القمة الإفريقية قد انعقدت بسبب اهتمام متزايد من قبل الرجال الأعمال الروسية، من قبل السياسة الروسية إلى الدول الإفريقية. إذن نحن نشاهد عودة روسيا إلى القارة الإفريقية، وليست فقط سياسيا، ليست فقط عسكريا، أنا أقصد التدريبات، يعني تزويد بعض الدول بالأسلحة، بل كذلك يعني استثمارات ووصول رجال الأعمال إلى هذه المنطقة. طيب أنتقل مرة أخرى إليك دكتور عصام، العلاقات بين مصر وروسيا وربما بشكل خاص بين الرئيسين السيسي وبوتين واضح أنها خاصة جدا، حتى منذ كان الرئيس السيسي وزيرا للدفاع كانت العلاقات أيضا متميزة والإشادة متبادلة، والعلاقات ربما في أفضل أحوالها على الصعيدين تحديدا السياسي
والأمني. هل من تطوير لهذه العلاقات في الفترة المقبلة أو تتوقع أن تشمل أيضا الجانب الاقتصادي؟ هو بس تأكيدا على كلام ضيفك من موسكو، أنا هناك 7 ملفات استراتيجية ترتبط بها مصر مع روسيا. الملف الأول هو ملف التسليح، وأعتقد أن هذا كان أحد أهم الملفات الاستراتيجية للتعاون بين الدولتين. حجم التعاون تجاوز 10 مليارات دولار، كان آخرها صفقة سوخوي 35، حيث اتفقت مصر على شراء 24 مقاتلة روسية بقيمة 2 مليار تم الإعلان عنها في مايو الماضي، وتبدأ مصر في تسلمها في 2020. هذا جانب. الجانب الآخر أو رقم 2 هو المحطة النووية في الضبعة، ثم المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد محور قناة السويس. وأعتقد أن تمرير موضوع المنطقة الصناعية ارتبط في جانب كبير منه بحادث الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء في 2015. الجانب الثالث أو الملف الثالث هو التدريبات العسكرية المشتركة التي بدأت، كانت بدايتها حماة المعروفة باسم حماة الصداقة، والتي بدأت في 15 أكتوبر 2016، كان هذا ملفا أيضا شديد الأهمية. الملف الخامس هو ليبيا، وهو الملف المسكوت عنه بدرجة كبيرة. هناك تنسيق شديد الأهمية بين روسيا ومصر فيما يتعلق بدعم خليفة حفتر في شرق ليبيا، سواء بالسلاح أو بالتدريب أو باللوجستيات والمعلومات والجانب الاستخباراتي. وما كانت هناك زيارة تتم من جانب حفتر إلى روسيا إلا ويكون يمر على القاهرة قبل السفر أو يعود إلى القاهرة بعد أن يعود من موسكو. هذا جانب آخر مهم. الجانب المرتبط بالسياحة أيضا هو جانب مهم، وأيضا لأن مصر تعتبر أن السياحة الروسية هي أحد أهم مصادر دخلها في القطاع السياحي. ولكن هناك إشكالية حقيقية تواجه التعاون بين روسيا ومصر، وهي الرؤية الأمريكية لطبيعة الدور الروسي في المنطقة. هذا تحدي كبير فيما يتعلق بالعلاقة الاستراتيجية بين مصر وروسيا. نعم، هناك علاقات تاريخية تعود إلى فترة الخمسينات والستينات، وطبيعة الدور الذي قام به جمال عبد الناصر في تعزيز الدور للاتحاد السوفيتي في المنطقة. ولكن من وجهة نظر الآن أن المكون الأساسي للسياسة المصرية في هذه المرحلة هو المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية من وجهة نظري أيضا هي أحد أهم أركان الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وبالتالي سماح الولايات المتحدة بأن تتجه مصر كليا إلى الحليف، إلى المنافس الروسي، أعتقد أنه سيشكل ورقة من أوراق الضغط. وهذا ظهر في كثير من الملفات، بدليل عندما حدث نوع من التوجه المصري نحو كوريا الشمالية في مرحلة من المراحل. مباشرة أعلنت الولايات المتحدة الغضب، وأعلنت عن تجميد جزء من المساعدات. فأعلن مباشرة قام وزير الدفاع المصري آنذاك صدق صبحي بزيارة إلى كوريا الجنوبية، وأعلن أن هناك وقف وأن ذلك يتم في إطار علاقات ودية وغير ذلك من أمور. وبالتالي الرهان في تطور العلاقات ليس فقط على رغبات الطرفين، ولكن أعتقد أن أحد أوراق الضغط في إدارة هذا الملف ترتبط بدرجة كبيرة بطبيعة الدور الأمريكي في المنطقة، وتحديدا علاقاته الاستراتيجية مع مصر. شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية. وأيضا الشكر لضيفي عبر الأقمار الصناعية من موسكو أندري أونتيكوف الباحث السياسي الروسي. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. بكرة إن شاء الله نكون معكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر. أشوفكم على خير.